دعونا مجموعة أطباء بالتنسيق مع أقربائهم لتجربة قيادة سيارة، لكن كانت مفاجأة بانتظارهم. في رحلة الحياة صادفنا العديد من المحطات ونقاط التحول اللي قد تغير مجرى حياتنا. اليوم في الاستديو معنا شخص بيكلمنا عن قصة حياته ونقطة التحول الكبرى فيها. يوم من الأيام أغمى علي وقالوا إني جاي القلب. رحت تعايشت عند دكتور، الدكتور كان نفس أبوي، يعني يعاملني كأني ولده. بس في هذه التجربة بالذات اللي خبرتني الدكتورة بإصابتي بسرطان الثدي، كنا نقدر يعني نتوفق في موضوع العيال. طبعا عقب العملية تلاحظين من نظرات الطفل انه وصل الصوت، وصل بوضوح، وهذه وقت يعني فرح، يعني تعرفين ام وتبي من ولدها انه يصير كباقي الاطفال. اعطتني دافع اني ادرس طب وعلمي، صرت دكتورة مثلها، مثل تعاملها وطيبتها. شكراً دكتور أميلة. مشكور على الحياة اللي قدمتها لي إن خلتني أقدر أسوي كل شيء بهالحياة. مشكور دكتور حيو طريف على كل اللي سويته لي. مشكور. أشكرها إن هي الشمعة اللي نورتني دربي الصراحة. أحبها وايد. دكتورة سارة الريفي. This makes it worth it. دكتورة حفصة. لتي مني ومن زوجتي كل التقدير صراحة. دكتورة شكرا جزيلا ويعطيك ألف صحة وعافية. الآن ننتقل مستمعينا إلى مكالمة هاتفية. أهلا وسهلا، خوفتوني والله، يعني ما أدري، I'm speechless. لأن مو متوقعة أبدا. إيش قد هالدكتورة اللي هي قاعد تتكلم عنها محظوظة. ما توقعت أنا إن بيجيني الاتصال بتقول اسمي في الأخير. أنا أحس إن زوجتي بالفعل تستاهل معظم وقتها ومعظم جهدها ومكادرس حق خدمة مرضاها، يعني وهي صاحية وهي نايمة وهي تاكل دائما تلفون في يدها. لما جاء الاتصال كان شيء غريب، يعني مفاجئ، رأساً تبدل يعني التفكير. بلدنا بلد جميل، وطننا معطاء، ونتمنى إن إحنا نرد شوي من أفضال هذا الوطن علينا.